في المسائية. في أهداف زيارة بايدن للمنطقة رغبات أمريكية ومطامع إسرائيلية ومطالب سعودية، هل يتحقق كل ذلك؟ واشنطن تتحدث علناً عن مسعى لتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي وعينها على النفط السعودي، ماذا يرسم أمريكياً للمنطقة؟ تل أبيب تريد خطوات تطبيعية مع السعودية، وأولوية الرياض تكريس شرعية ولي العهد، هل يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية؟ في المسائية جولة بايدن، هل تكشف المستور؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.